في طرحه القديم وهو موضوع الرشوة لكم جزيل الشكر. طبعا هذا موضوع من موضوعات أو تجلي من التجليات التي عرفتها الأمة وهي حالة الرشوة. والرشوة وجه من أوجه ومرض من أمراض الأمة الراجعة في الأساس إلى بعدها عن الله. ما كانت الأمة تعرف ربها ما كانش تعطي الرشوة، ولكن لما أصبحت الرشوة عملة وأصبحت لها شيء تقريبا كان مستقر وشيء طبيعي والناس يعرفون، فلا بد من التنبيه على هذا وعلى حرمة المال المكتسب بالرشوة. فهذا أساس اللي يكون. طبعا تأتي القوانين وتأتي الزواجر وتأتي، والإسلام دائما فيه عقيدة وشريعة وتربية وعقوبة. لا بد أن تأتي الزواجر التي تناسب بما يمنع هذه الرشوة من أن تظل دائما، لأنها حاصرت الناس وحاصرت ذوي الحقوق وحاصرت الفقراء وحاصرت المستضعفين وذهبت بعيدا. حتى الرشوة طبعا ما هيش في واحد مجال معين، ما تستفحل تولي سرطان منتشر. ومسلمين الحمد لله ما توقف كلام، احنا غالبا ربما كاين بعض الناس يكونوا بحال اللي يكونوا كانوا في شي مدينه اخرى عاد جاوا، بعد مرات يجي شي الناس شي موضوع بحال اللي كانوا برا. السلام عليكم الرشوه الناس كانت تهضر على 700 عام، ولكن يجب ان تكون حلول لهذا الامر عن طريق التوجيه، عن طريق التربيه، عن طريق ربط الانسان بالدين الصحيح، وعن طريق ما يمكن ان يمنع الانسان ويزجره، وعن طريق فتح باب التظلم والتشكيل من قبل المواطن. المواطن ما تبلع له جميع البيبان. سير سيدي مشى واحد كاع داروا له شي حاجه وزيروا عليه بشي حاجه، ولا لان القانون يستعملوا بطرق. الا انت اعطيت نعطيو لك القانون رقم 1، الا ما بديتش ندير لك القانون رقم 2. هذا يمشي عند الموظف يقول له شوف حطهم هنا ولا غادي كذا. هذاك مسكين اللي كان كيقول له يمشي يكتب للرباط ويقول له الرباط خلص ومن بعد، ولا عاد يولي هو متهم. فكان طبعا الرشوه ما كان ما يرد يقول له سير تفاهم معاه يمشي الرشوه. اذا شكون كاين شي مواطن حقيقي الان يبغي يعطي رشوه؟ اذا جبر بانه منصور، بانه كاين اللي يسمع له الشكوى ديالو، اسمع له الشكوى ديالو، غادي يجيب لك كل واحد يجيب لك 10 ديال الموظفين يقول لك هذا الدليل وهذا الدليل وهذا الدليل. ولكن هو مشى يقول له هضر مع الحيط، مشى يشكي وشكون يسمع له؟ ايوا الرشوه على كل حال كل شيء لعب في الناس في الاخرين. ما راه كيقول شي باين مسائل باين. هو جا واحد يشكي وتمشي تقول افتح معاه كذا تحقيق وملف وكذا، ويقول بعض الناس في بعض القانون الى مد الرشوه الاخر طلب منه الرشوه الاخر مده نقبضوا الاول، بعد انت مديت الايرور تمشي للحبس. ما تهضرش صافي. فنرجو ان يكون هذا، لان الرشوة حقيقه كارثه بالنسبه للمجتمع، وسبب من اسباب التراجع وسبب من اسباب ولكن لا بد ستكون اشياء صارمه وتبتدي اساس من التربيه الاسلاميه. التربيه الاسلاميه ونعموها الرشوه في كل الحالات، ونجيو الرشوه في الانتخابات والرشوه في شراء الاصوات والرشوه في كذا والرشوه في كذا والرشوه في كذا. وكاين الحمد لله كتب الان اسلاميه. بن عبد البر كتب ما لم يكتبه احد في الرشوه. ما نظنش شي واحد كتب في الرشوه بحال بن عبد البر في التمهيد. ما كانش شي واحد كتب عدد تقريبا 36 صفحه ويتكلم على الرشوه. وقول لكم ان ما اخر ما يتكلموا فيه في الرشوه الان في رشوه الحكام وكذا تكلم عليه بن عبد البر بتاصيل علمي فقهي. ولكن احنا ما كناش نشوفوا في الكتب ديالنا، كنا مبلعينها وهذا نخلعنا في الرشوه. الرشوه راه كتل الامه.